شركة سناب أعلنت عن خريطة سناب يقدر المستخدم يعرضها من المتصفح بدون ما يحمل تطبيق السناب. الخريطة الجديدة هذه بتوريك الستوريات العامة اللي حولك مثل ستوريات الأماكن ولو في مناسبات عامة قريبة منك، لكن ما بتطلع مكانك للناس ولا بتقدر تشوف منها مكان ربعك. رابط الخريطة هو maps.snapchat.com. شركة بوستن داينامكس نجحت بتطوير روبوتات تساعد بعضها عشان تنجز هدف واحد. فمثلا في الفيديو اللي نشرته مؤخرا، واحد من الروبوتات فتح الباب عشان يمر الروبوت الثاني وبعدها هو مر. الشركة تقول انها بتطور هالشيء مع روبوتات اكثر عشان تنتج روبوتات مفيدة في الحياة اليومية. شركة أكشن هانجر طورت طريقة جديدة لمساعدة المحتاجين والأشخاص اللي ما عندهم منازل. الطريقة الجديدة للشركة هي عبارة عن جهاز نفس أجهزة البيبسي لكن فيه مختلف المنتجات الأساسية. الشركة بتوزع بطاقات على المحتاجين يقدرون يستخدمون الجهاز عن طريقها عشان يضمنون ما حد يأخذ من الجهاز إلا المحتاج. شركة باناسونيك أعلنت عن نسخة جديدة من الكاميرا GX9 مع دقة 20 ميجا بكسل، وتقدر تبدل عدساتها وتصور فيديوهات 4K وتسع صور في الثانية. فيها تثبيت أثناء تصوير الفيديو ووضع احترافي للتصوير بالأبيض والأسود، وسعرها 1000 دولار. لو بتسافر قريب لا تنسى ان خدمة جواز اوريدو الحين بتعطيك 1 جيجا بايت اضافي من بيانات التجوال لو بتسافر تركيا او بريطانيا او امريكا. يعني مجموع البيانات اللي بتكون عندك لما تسافر هالبلدان هي 2 جيجا بايت مع جواز اوريدو.